نعرف قديش التكنولوجيا عم تدخل بكل الامور وخاصه الامور الطبيه، وبنعرف قديش لبنان عم بيكون ايضا سباق بادخال ابلكيشنز جديد لحتى يقدروا يفيدوكم بكل المواضيع ومنها الطبيه ايضا. رح تحكي عن هالموضوع اكثر كاتيا اليوم مع ضيفتها بوقتها. صباح الخير غيدا، صباح الخير لضيفتي اليوم سارة الحلو. مين منا ما بيعطي الهم انه يروح عند الطبيب وياخد موعد ويقعد وينطر، واوقات بيكون عنده سؤال بسيط بس ليطمن، ولكن ما بيروح كرمال ما يقعد وينطر بالصالة عند الطبيب. كرمال هيك فكرتوا بانه تعملوا ابلكيشن اسمه ايتوب، رح تخبرنا اليوم عنها سارة الحلو. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك سارة، انت مديرة التسويق بشركة ايتوب، وانت من المؤسسين من يلي بلشوا بهالفكرة، فكرة هالابلكيشن. خبرينا عنها بالاول، ليه طلعتوا بهيدي الفكرة؟ كيف اجتكم الفكرة؟ صراحة من حوالي 3 سنين كنا مقدمين على شركة اسمها سيكونس اكسلريتور بروجرام. هيدي الشركة بتمول الشركات الناشئة اونلاين وبتشتغل معنا على مدار 6 شهور تيطوروا فكرتهم. فنحن قدمنا بفكرة انه بدنا نعمل شيء بمجال الطب. سو كنا انا وبول صابر وجاد جبران نادر داغر، هذا كان التيم اساسا. قدمنا على الفكرة وعملنا كثير دراسات ولاحظنا انه في كثير عالم عم بتفوت اونلاين انه لما يصير معهم شيء مشكلة طبية بيفوتوا اونلاين تيشوفوا شو يمكن عم بيصير معهم. فمعظم المعلومات اللي بيلاقوها بتكون كثير عامة فمنا مختصة بحالة الشخص، أو بتكون مصدرها مش موثوق. نعم. نحن رح نشوف في فيديو عملتوه أنتو عن الإيتوب بيشرح لنا شوي شو الفكرة، شو فكرة هالأبليكيشن. خلينا أنا وياك نشوفهم سارة ونرجع بنحكي بالتفصيل عن هالأبليكيشن وكيف تشتغل. أوكي. An apple a day keeps the doctor away. But even apples fail us sometimes. Going to the doctor isn't your favorite thing in the world. From booking your appointments to going to the clinic, you often end up with a hefty bill for something that turned out to be completely benign. So, what else to do? You try self-medicating by searching the web, but with all the contradictory results you get, it's practically impossible to find a trustworthy answer to your specific case. It's your health we're talking about here, and we don't want to risk it, right? Good thing there's a solution. Introducing ETOPE. ETOPE allows you to get tailored answers to your health issues by connecting you to the top certified doctors anywhere and anytime. Here's how it works. After signing up, you get a personalized health feed that will show you information relevant to you. If you have a health concern, you can search for topics or existing Q&As that hold the answer to your problem. Didn't find what you're looking for? No problem. Just ask your question directly to doctors and get feedback in no time. If you want a more personal approach, try ETO Premium and share your medical files with a specialist of your choice. Or call a doctor and get instant professional help. You can also find doctors near you and book your appointments with them. ETOPE helps you make better decisions for health. دونك سارة، هيدا الفيديو اكيد فينا نشوفه على البيج تبعكم على الفيسبوك يلي بيشرح شو الايتوب كيف نشتغل عليه. هيدا يلي رح نشتغل نحن عليه انا وياك كمان اليوم. اوكي هلا ستوب بس. But even apples fail us sometimes. اوكي. اذا الابلكيشن موجودة على الويب سايت او على الفون. مظبوط. قديه صار لها الابلكيشن موجودة؟ صار لها هلا الويب سايت صار له 3 سنين. اوكي. الابلكيشن طلعناها بعد سنة يعني بال تقريبا صار لها سنتين موجودة. مظبوط. على ايفون واندرويد. على الاثنين. في كثير تجاوب، في كثير ناس موجودين على هالابلكيشن سارة؟ مظبوط. ايه لا في كثير عالم عم بيجاوبوا مع البرودكت، لأن صراحة عم نوجه الطريق سوري المريض بالطريق المضبوط، لأن أيام هو ما بيعرف شو لازم يعمل. وبتكون احسن التواصل مع الحكيم يعني اونلاين. اوكي. في كمان كثير اطباء، انتم كيف عم تتواصلوا مع الاطباء لحتى يكونوا كمان هن عم بيجاوبوا على اسئله الناس؟ هلا لما بلشنا نحن بس حكينا مع اكبر مستشفيات الحكمه اللي بهالمستشفيات. اوكي. سو شرحنا لهم الفكره وكثير حبوها وفاتوا عملوا اكونت على ايتوب. هلا بعد ما كبرت الشركه وتوسعت الفكره صاروا هن الحكمه لحالهم عم ينضموا على الويب سايت. وهو الحكيم لما اكيد اتس فور فري للحكمه وللناس اللي هنا عم بفوتوا يسالوا، اثنيناتهم قادرين يفوتوا يتسجلوا كطبيب او كمريض او كانسان. مزبوط. ايه غير بس طبيب ليسال الاسئله يلي عنده. مزبوط. بس نحن هلا من ميله المريض في اشياء مجانيه بنقدمها وفي اشياء بندفع حقها. هلا رح احكي بعدين كمان انه بالاشياء اللي بندفع حقها
بيقدر يسأل سؤال أطول، يوجه سؤاله لمختص معين، يبعث ملفاته الطبية لهالحكيم. أوكي. بينما بالباكج الفري بس بيسأل سؤال مع limited characters وبيبعث سؤاله. اوكي، هيدول رح نشوفهم هلا انا وياك ساره. رح فوت انا على الويب سايت، بدي اطلب من الناس يلي فاتحين اللابتوب قدامهم او اذا على حاملين الفون، يا بتفتحوا الابلكيشن يلي هي ايتوب وبتنزلوها من الابل ستور او من البلاي ستور، او بتفتحوا البراوزر بنكتب ايتوب يلي هي etobb.com. واول شغله لازم نعملها بس نفوت على هيدا الويب سايت لازم نعمل جوين. انا رح فوت انا وياكم هلا نعمل جوين. ليتس جوين. طبعا فينا نحط يا الادرس ايميل مع الاسم او من خلال فيسبوك. مزبوط. خلينا وفي تحت كمان الحكيم اي ام دكتور، اذا هو حكيم بده يسجل اوكي دونك انا بختار انه كطبيب. انا هلا عملت لوج ان از فيسبوك ويز فيسبوك. طبعا بما اني كونكتد على فيسبوك فوالا هلا صار في يفوت از بوقتها ورح اعمل ريجستر. عم بيطلب مني تاريخ ولادتي. مزبوط، بدك تحطي تاريخ ولادتك والجندر لان هدول الاشياء بيساعدوا الحكيم كمان يجاوب حسب العمر. مزبوط. وحسب الجواب بيختلف حسب هالاشياء. مزبوط. اوكي، رح اختار التواريخ الموجوده رح اتركها ورح اكتب سيف، وهيك انا صرت بقلب الابلكيشن. طبعا هون عم بيقولوا لي كيف بقدر اشتغل على الابلكيشن. مزبوط، هون كل شيء الفوائد من الواحد يستعمل ايتوب. سو فيك تتواصلي مع حكمه، فيك منسقف الواحد كيف يكون عنده نمط حياه صحيه اكثر. سو هدول بس بيسك تيبس اذا بدك بتكتبي جيت ستارتد. جيت ستارتد ام ان. يلا انا رح اعمل انه انا اول مره عم فوت على هيدي الصفحه وانت ساره رح بتساعديني رح بتقولي لي كيف بشتغل وكيف بقدر استفيد من هيدي الصفحه. مزبوط. يلا اول شيء على شو لازم فوت. هيلب مي. اوكي سو هيدي الهوم بيج تبع المريض. اوكي في عندك هون تحت توبكس فيك مواضيع انت اذا بتهمك فيك تلحقيها. أوكي. هيك كل ما يكون في مزبوط كل ما يكون في اسئله واجوبه بتخص هالمواضيع راح تقدري تشوفيهم على الهوم بيج. كل ما راح يبينوا لك تقدري تعرفي زياده عن المواضيع اللي انت بتهمك. طبعا هون حاطين ريسنت المواضيع الفور يو يعني الصفحه المختصه لك. الريسنت يعني الاسئله والاجوبه اللي هلا انه عن جديد تجاوبوا الناس سالوها والاطباء جاوبوا عليها. مزبوط. اوكي وهون ask a doctor. مزبوط تطرحي سؤالك للحكيم. سو حاطين الفرق بين مزبوط البريميوم والبيسك مثل ما قلت قبل. okay. انه البيسك هو الفري باكج يعني عندك 150 كاركتر تتكتبي سؤالك وبينبعث سؤالك وحال الحكيم بجاوبه. بعدما بالبريميوم تطبعي سؤالك عندك محل اكثر كثير يعني 2000 كاركتر تطبعي سؤالك. اوكي يسالك جواب اسرع وفيك تواجهي سؤالك لطبيب مختص يعني انت بتنقي. يعني انا هون اذا كبست على اسك دكتورز بالبيزك رح يطلع عندي رح بيروح على لعند طبيب يمكن انا ما بعرفه لهيدا الطبيب وهو رح بجاوبني وانا محدوده بعدد الاحرف يلي بقدر استعملهم. مزبوط بس انت بتشوفي مين الحكيم يلي عم يجاوبك وحتى لو كبست عليه ببين لك بروفايله يعني بتشوفي وين دارس وين مخرج وين بيشتغل. اوكي سو بتعرفي زياده عن الحكيم يلي عم بيجاوبك. طبعا هذا الشيء بيعطيني ثقه اكبر لحتى اقدر صدق الاطباء ونكون واثقه انه فعلا هو طبيب. مزبوط اكيد. طيب هات لنسال اول سؤال. أوكي. شو بدنا نقول؟ يمكن كل الستات بعينوا من مشكلة الشعر اللي عم بهر. أنا بقول بهالوقت ما بيعرف. أوكي my hair is falling what to do. مزبوط. يلا يا سيدات إذا عندكم هذا السؤال وبهمكم الجواب تابعوا معي رح نبعث لهم السؤال. سو سبميت. سو هون ببين لك اول شيء كل الاسئله والاجوبه اللي كثير قريبه من سؤالك، يعني في يكون اوريدي جوابك موجود على الموقع احسن ما ترجعي تبعتي. هلا أوكي. اذا لقيتي هدول اللي ببينوا لك. اوكي اوبشنز سائلين قبل. اوكي مزبوط هدول اوريدي عندهم اجوبه. اوكي مثلا هون هيلو ماي هير از فولينج ا لوت سبيشلي افتر شاور بليز هيلب. فينا نفوت عليها ونشوف. طبعا هون في عنا جواب طويل ما رح نقراه هلا بس ولكن اخدين وقتهم الاطباء ليجاوبوا مش على السريع يعني في مثل ما شايفه نص طويل. ايه مزبوط في عالم عن جد بحبوا يعطوا يفسروا قد ما فيهم عن المشكله الصحيه اللي عم بيواجهوها العالم. اوكي وفي عالم يعني حسب السؤال كمان ايه ما لازم تفسري كثير بتكتبوا سؤال بسيط. أوكي. يعني حسب السؤال كمان. اوكي شو كمان بقدر استفيد من هالبيج؟ عندي هون كول دكتورز هيدي خدمه رح عم نشتغل عليها بعد ما طلعناها. أوكي. بس هيدي بس نخبر العالم عليها قبل ما نطلعها. بس هي الخدمه اخر وحده هي فيزيت دكتورز. فيزيت دكتورز
في الواحد اذا بده ياخذ موعد مع حكيم، نحن عندنا فوق ال1000 حكيم بيغطوا 40 اختصاص معظمهم بلبنان، وهن بيشتغلوا مع اكبر مستشفيات بلبنان معظمهم. اوكي سو بتنقل الاختصاص اللي انت بدك اياه والبلد. اوكي هات لنختار مثلا درماتولوجية وبختار البلد. مزبوط. لكن في اطباء من غير بلدان عم بفوتوا وعم بيتسجلوا فيها اذا so I can search. مزبوط. وهيك بقدر لقي عدد من الأطباء يلي ممكن يساعدوني. مزبوط. وفوق كمان بكالك فلترز على اليمين. أوكي. إذا بدك تحددي بأي مستشفى أو أوكي. إذا بدك رجال أو مرة تشوفيه. سو إذا حطيت إذا بدي مثلا طبيبة مش طبيب. مزبوط. وفيك تكبسي على البروفايل حكيمة let's say دكتور ريلا دهيبة. أوكي مثلا في دكتور هايبة بتحكم بكليمانسو وهذا كل شيء عنا فيك تعرفي شو الاختصاص شو السب سبيشالتي كمان تبعيته. اوكي طبعا الناس عم بيسالوا انتم بتعملوا تشيك على الاطباء ولا كيف بتصير القصص؟ هو بفوت بحط السي في تبعوله، كيف بتصير مع الاطباء؟ ايه هلا اكيد مع الطبيب بيكون في بروسس فيريفيكيشن، يعني بنتاكد من هويته للطبيب اذا عن جد هو طبيب مش انه بس حدا عم يخلق اكونت. سو بنطلب منه يبعث لنا كذا ملفات تنأكد من هويته، بيكونوا مثل ملف الميديكال لايسنس تبعته والى اخره. بعد ما نحن نشوف كل هالفايلز ونتاكد منهم كمان وقتها بنعمل له اكتيفيت للحكيم. اوكي اوكي دونك هذا كمان مهم كثير لحتى يعطي ثقه للاشخاص مزبوط. يلي عم بفوتوا على هيدي الابلكيشن. مزبوط. وغير بس شغله زياده بدي اقولها انه الواحد لما يطرح سؤاله على ايتوب بتكون هويته مجهوله، يعني ما حدا بيعرف مين عم بيسال السؤال. هيدي مهمه إيه. كمان طبعا مزبوط. لانه الملف الصحي مزبوط. للاشخاص هو كثير شخصي، ما بحب انه كل الناس يعرفوا يمكن بمشاكله الصحيه، وهذا شيء كثير مهم. وغير عن هيك انه في كثير مواضيع اذا بدك تابو بلبنان، يعني بخاف الواحد يحكي عنها حتى لو راح شاف حكيم، فهون بيرتاح انه عم بيقدر يتواصل مع حكيم، بيقدر ياخذ جواب موثوق منه، بس على حالة انه كمان بنفس الوقت انه ما حدا عم بيعرف مين عم بيسال هالسؤال. طبعا بطريقه كثير سريه اذا فينا نقول. مزبوط. شو فينا نشوف كمان؟ رح جرب اكبس على اكسبلور هون ساره، هون كرمال اختار المواضيع يلي بتهمني لتبعها. مش بس هيك، كمان اذا في حبيتي تتعلمي تعرفي زياده عن let's say عمليه بروسيجر معينه او كونديشن معينه، هون نحن بنقسم لك اياه هون حسب الكاتيجوري. أوكي. يعني عندك الامراض، الحكمه، الادويه، التريتمنت. مزبوط. تعرفي زياده عن كل هالمواضيع اللي انت عم تدوري عليه بالاخص. اوكي خلينا نفوت مثلا على سيمبتوم العوارض. مزبوط. وهون في عدد من العوارض حاطينها انتم حاطينها from A to Z، يعني كل العوارض اللي يلي ممكن الانسان اوكي وانا من بعد ما اختار مثلا allergic reaction في حساسيه معينه، اذا عملت فولو شو بيصير هون ساره؟ الفولو بيصير على اول ما تفوتي على الموقع الهوم بيج اللي هو الهيلث فيد تبعك، بيصير بيوصل لك ببين عندك الاسئله والاجوبه اللي مرتبطه مزبوط بهذا الموضوع. اوكي يعني اذا انا مثلا شعري بهر في حط سيمبتوم الشعر البهر، دائما بس فوت على هيدا البيج ببين عندي كل الاسئله والاجوبه اللي مرتبطين بهذا الموضوع، بقدر اعرف عنهم. مزبوط. خلينا نقول ساره انه انتم كمان موجودين على السوشيال ميديا، مثلا فيسبوك في عندكم بيج. مزبوط. على فيسبوك وتويتر نحن very active. مزبوط. سو نحن الهدف من سوشيال ميديا انه نوعي العالم على كثير مواضيع يمكن هن مش عارفينها انه مهمه، او نقول لهم كمان نعطيهم نصائح كيف يكون عندهم نمط حياه صحي. اوكي سو دائما بنعطيهم اذا بدك نصائح صغيره تيبس لحياتهم، تيبس بنخبرهم عن يمكن ديسكفريز جديده انعملت بمجال الصحه، انه كثير انتراكتيف الويب سايت على السوشيال ميديا كمان. مزبوط. حتى يعني لما صارت قصه العاصفه بلبنان، العاصفه الرمليه ومشكله الزباله، حكينا عن هالموضوع كثير عالم تفاعلوا مع هالموضوع، لان قدرنا نعطيهم نصائح عن جد انه بتقدر تخدمهم وتفيدهم. عرفتي كيف؟ انه اهم شيء الوقايه. اوكي سؤال الاخير ساره، طبعا اكيد انتم موجودين في الابلكيشن، فينا نشوف صور الابلكيشن يلي بحطوها بنسوها على الفون. سؤال الأخير سارة، هل بتعوض هيدا الابليكيشن عن زيارة الطبيب؟ يعني بقدر استبدل زيارة الطبيب والمتابعة عند الطبيب بهيدا الابليكيشن؟ أكيد لا. يعني نحن حتى بكل الويب سايت حتى على الأب حاطين أنه نحن ما بنستبدل أنه الواحد يروح يشوف حكيمه، بالأخص بالحالات الطارئة. نعم. يعني نحن إذا بدك منكمل زيارة الحكيم
بس ما بنستبدله. هذا شيء كثير مهم لازم المرضى كمان يفهموا. طبعا. لكن اذا بتحبوا تتابعوا الامور الصحيه وعندكم اسئله فيكم تفوتوا على الابلكيشن، ولكن ما تهملوا حالكم ما تهملوا صحتكم، ضروري تزوروا طبيبكم المختص وتتابعوا معه المواضيع الصحيه. ساره انا بشكرك على هالابلكيشن المهم كثير اليوم بحياتنا. غاده رح نرجع لعندك. غيدة عفوا بدنا نعطيها كمان غيدة. شو واحد بيعمل اذا عم يفوت ذاكرته كمان؟ ما هيك بدنا نسالها ساره. انا بحاجه لهيدا الموضوع اليوم. على كل الاحوال شكرا كثير لكم اكيد، ويعطيكم الف عافيه على هالمواقع اللي عم بتفيد فعلا الناس، خاصه بتصور هالفتره يمكن اكثر الاسئله اللي عم تنطرح هي موضوع الرشح والجريب، وكمان الالتهابات اللي عم بتصير وللاسف عم بيكون في فيروسز عم بتكون منتشره بشكل كثير كبير مع المشاكل المستشريه من صيفيه الماضي مع المشاكل البيئيه والنفايات وغيرها. على كل الاحوال رح نتابع بعد لحظات محطتنا الغذائيه، واليوم اكيد طبخات طيبه مع الشيف حسين بعد لحظات، خليكن معنا.